طب وتسمع عن حاجة اسمها الحق في السكن؟ عن ايه؟ الحق في السكن. الحق في السكن انا اسمع عنه. انا كمصري عارف ان انا ليا حق ان انا اعيش كويس واكل كويس واسكن كويس، بس فين؟ مين يوصلنا لكده؟ حق كل مصري او كل مواطن مصري ان يبقى ليه حق في السكن، ان تاخد شقه وتعيش كويس وتاكل كويس وكل ده، ده حقك انت كمصري. ماشي ماشي حق. هطلبه من مين؟ لا انا ما اعرفش الحاجات دي. الحق في السكن بنسمع عنه بس ما بنلاقيش قدامنا. لا مش موجود نهائي. سمعنا كلام كتير بس كان تطور عشوائيات. اللي هي ما اعرفش ايه. الحق في السكن مفيش مساواة خالص في السكن على الإطلاق. مفيش اهتمام بالنسبة للمجاري، موجودة بتضرب، وفي طبعا عدم الصيانة أو الضغط. هم ماسكين البلد وهي برضو زبالة، يعني ولا جم في يوم من الأيام سفلتوا الأرض ولا عملوا حاجة في البلد. الناس اللي كسبت في الانتخابات ديت قالت هنرجع وهنسفلت الارض وهنعمل، وما شفناش حد منهم عمل حاجه. حيوانات ميته، كان حريق باستمرار، دخان، الكلام ده كله. فكان كل اللي بيعمله الحي ان هو بيجي يجيب اللوطه يوسع الطريق ويكون لحد ما كونت جبال. لو شفت الناس اللي بتموت تحت ضغط السلك العالي، تصدق بالله لو ضغط السلك العالي ده ساكن جنبه امين شرطه من موضوع حبيب العدلي كان يشيل. جه راحوا خدوني من تحت، من هنا، من تحت القرف ده كله. بص عامل ازاي، ده تحت تخافي تبصي فيه، لو بصيتي فيه تخافي تعدي من تحت. البيت ده وقع والعشه دي جت الانقاذ، نزلتهم من فوق لحي سائل فيهم ولا محافظ زائل فيهم. البيت حضرتك هنا وقع ومرميين كده من يوم الاثنين، محدش سائل فينا ولا حد راضي يعبرنا ولا حد جالنا. اول يوم جت لنا الشرطه العسكريه وجت لنا وزاره الداخليه، دخلوا علينا فجأة الساعة 6 الصبح. ثلاث سبعات. كسر 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 من غير إذن ولا استئذان. أخذنا حاجتنا كلنا وجرينا في الشارع هرعنا. ظلمونا وضربونا وكسروا كل حاجتنا وسابونا ومشوا. ما عملوش أي حاجة غير كده. هنوقف التنفيذ ونوقف أي حاجة. قال لك مفيش حاجة اسمها توقيف تنفيذ. وهدوا العمارة باللي فيها. بالعفش. بالعفش كله. ما سابوش حتى يعني أي حد ياخد حتى بطاقته الشخصية. كأننا قاعدين في غزة. يعني انا هوريك ان الشقه عباره عن اوضه وحته مطبخ كده بتقعد فيها ست مثلا دلوقتي، اوضه بيناموا فيها سبعه افراد والحمام مشترك. لا مسكن ولا بيت ولا معاش، بينام هو وعياله هنا. اسالنيش انا ببيع الرغيف بخمسين قرش ليه دلوقتي؟ اسأل المحافظ، لأن المحافظ مرضيش يجيب لك دعم هنا، مرضيش، بقولك لا ما تستحقوش أنت. أنت قاعد في المهندسين، أربعة ونص أصبحت المهندسين. البنجة ده غالية، الأنابيب إحنا بنلاقيها من فين وفين على ما نلاقيها نقول. 30 و35. المواصلات بنركب عربيه نص نقل، ما نعرفش نركبها والسواقين واقفين وما نعرفش نركب من ورا، والنفر بجنيه، يعني المسافه صغيره النفر بجنيه. بات نص نقل دول بيفضلوا يتخانقوا يقولوا كلام وسخ واحنا واقفين على الموقف وبنركب من ورا كمان. بس يعني بعد احيانا بتبقى بتدفع. بتدفع المايه، ما انت وانت كده كده بتدفع، سواء رضيت ام ابيت هتدفع. واللي ما دفعتش بيجي يقفل عنك المايه. وانا في بلد النيل. يا نيل كل اللي احبه. بالنسبة
بالنسبه لهم منطقه شويه، لكن احنا بالنسبه لنا احسن منطقه في العالم. كفايه ان مفيش حادثه سرقه واحده حصلت، ان مفيش حد جرؤ يخش منطقتنا، لان احنا رجاله وقفنا حميناها. احنا ما بنقومش بدور واحد، لان بنقوم بدور الحكومه المحليه اللي هي بالنسبه لايه؟ الحي النظف. بنقوم بدور وزاره البيئه بنشجر، بنقوم بدور الحراسه اللي هي حراسه الشرطه والداخليه، احنا حامين المكان. هم مفهمين الناس ان الناس المنطقه العشوائيه دي كلهم ناس زباله ما يعرفوش حاجه. لا في ناس كويسه ناس محترمه، والفقر مش عايز، لان هو سبب ده الفقر ده موجه. انت تسببت في الفقر ده اطلاق. احنا الحته دي بقى لها 20 سنه كانت عباره عن مقلب زباله، وشجرناها على حسابنا. النظافه بالجهود الذاتيه كل حاجه بنعملها في المنطقه، حتى الانابيب بنجيبها بالجهود الذاتيه عشان نوزعها للناس. لكن دوله ما فيش دوله، حكومه ما فيش حكومه. جات لنا مثلا ده ارقام مثلا لحد 100، جات لنا 100 انبوبه بتاخد انت الكارت. حلو كده رقم 8 تيجي اديك رقم 8. فانا اصبح ان انا باخد الجنيه ده بطلع منه مرتبات يوميا للحراسه، بجيب منه زرع، طبعا بجيب منه رمض والسلك عشان انور الطريق، بنظف فيه. زي ما حضرتك ما شفت كده برضو بعض المواطنين بيمروا بالطريق برضو في التبرع. فيعني احنا نقدر نقول ان لسه مصر بخير، بس عاوزه ايه؟ الضمير يصحى شويه. وقفنا حمينا المكان ليه؟ يعني وطنك، اهلك، دمك، يعني انت مكانك اللي انت عايش فيه، اللي انت بتقنط فيه، ده مع الفقير ومع الغني، مش شرط. في ايام الثوره دي العمليه زاطت شويه، دق العمل ونبني احسن ما يطلعوا لنا تاني يعملوا لنا وش، فاهمني؟ هي بتبقى ملكك وكل حاجه، بس كان بيبقى فيها صعوبه جامده قوي على اللي يجي يبني، وبالذات التعبان ما بيبنيش خالص. عشوائيات؟ لا طبعا مش عشوائيات. اصل انا اتولدت هنا من 80 سنه 90 سنه، بنشتغل شغل ما حدش يعرفه. لو في تطوير مش هتلاقيه احسن؟ هتلاقيه انضف من اي مكان في مصر. العشوائيات دي هم اللي عملوها. انا الحمد لله فقير على الله، بس الحمد لله غني بفضل ربنا عليا وبدعاء الناس ليا، بس في امكاني وفي استطاعتي اعمل حاجات ما يقدرش يعملها اكبر مسؤول في الدوله. ليه؟ لان انا عايش في المنطقه وعارف ايه اللي يفيد المنطقه وايه اللي محتاجاه المنطقه. مين هم بقى اللي يقدروا يفيدوا البلد؟ يسمعوا لنا ويساعدونا، يشوفوا مطالبنا ايه، واحنا ما بنطلبش مطالب شخصيه لينا، احنا بنطلب مطالب عامه تنفع البلد، تنفع المواطنين اللي بتعدي بالطريق.